طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنسأل الله عز وجل أن يكون لقاءنا هذا لقاء خير، وأن نكون دائما على طاعته سبحانه وتعالى، وأن يجمعنا على دينه في الدنيا وعلى المحبة، وفي الآخرة في جنات الفردوس. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. والحديث أو الدروس أو المحاضرات ما زالت موصولة بما سبق، وقد كانت الدروس السابقة حول كتاب الصلاة، وتحدثنا عن فرائض الصلاة وسننه وسننها، أي سنن الصلاة. وكنا في كل درس نقف مع متن ابن عاشر رحمه الله، واليوم معنا مندوبات الصلاة، أي مستحبات الصلاة، فضائل الصلاة. وقبل ذكر هذه المندوبات فنسرد المتن التي أو الذي جمع فيه أو جمع فيه ابن عاشر رحمه الله هذه المندوبات. فقال: مندوبها تيام مع السلام، تأمين من صلى عدا جهر الإمام، وقول ربنا لك الحمد عدا من أما والقنوت في الصبح بدا، رضا وتسبيح السجود والركوع، سدل يدين تكبيره مع الشروع، وبعد أن يقوم من وسطاه وعقده الثلاث من يمناه، لدى التشهد وبسط وخلاه، تحريك سببتها حين تلاه، والبطن من فخذ الرجال يبعدون، ومرفقا من موكبة إذ يسجدون، وصفة الجلوس تمكن اليد من ركبتيه في الركوع وزيدي، نصبهما قراءة المأموم في سرية وضع اليدين فاقتفي، لدى السجود حذو أوض وكذا، رفع اليدين عند الإحرام خدا، تطويله صبحا وظهرا صورتين، توسط العشاء وقصر البقيين كالصورة الأخرى كذا، الوسط السحب سبق يدين وضعا وفير رفع الركبي. هذه المندوبات الصلاة التي ذكرها الناظم رحمه الله في هذه الأبيات. ومع ترتيب أفعال الصلاة وأقوالها رتبها، أي رتب الناظم رحمه الله هذه المندوبات، فنحن اليوم مع هذه المندوبات، والمندوبات تأتي في الدرجة الثانية بعد السنن. فالمندوبة والمستحب الأول من الصلاة السلام عن اليمين على الجهتين على الصحيح، السلام على اليمين وكذلك على اليسار على الصحيح، كما ورد في ذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ المسلم فيسلم عن يمينه ثم عن يساره. وإذا قلنا هذا مندوب معناه أنه لا تبطل به الصلاة، أي إذا عكس المصلي فسلم أولا عن اليسار ثم عن اليمين فهذا قد فاتته الفضيلة وفاته المندوب وفاته المستحب، وأما صلاته فصحيحة. ثانيا من مندوبات الصلاة ومن مستحبات الصلاة ومن فضائل الصلاة التأمين، وهو قول المصلي آمين،
أي بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة، بعد الفراغ من قراءة الفاتحة فيقول آمين، معنى آمين اللهم استجب. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، أي إذا قال الإمام وللضالين آمين قال آمين فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل عظيم، فإن الملائكة تؤمن عند تأمين الإمام، أي حينما يقول الإمام آمين بعد الانتهاء من والفراغ من قراءة الفاتحة فالملائكة تقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، اللهم اغفر ذنوبنا. فكذلك عند المالكية فضيلة أن الإصرار بالتأمين، أي يقولون آمين، لكن هناك ثبت أحاديث أخرى أن التأمين قد يكون جهرا، فهذا اختلاف بين الفقهاء وبين العلماء ولا يضر في شيء. رابعا قول المأموم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد للحديث، وإذا قال سمع الله لمن حمده، أي الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده فالمأموم يقول ربنا ولك الحمد، فربنا ولك الحمد يقولها نعم أو المصلي منفردا، نعم طبعا هذا يفهم منه، يعني الإمام المأموم يقول آمين وكذلك المنفرد فيصير كالإمام أي يصلي وحده فيقول آمين. إذن كذلك المأموم إذا صلى وراء الإمام فالإمام يقول سمع الله لمن حمده، وهناك رواية أخرى كذلك الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فعلى حسب المشهور في المذهب الإمام مالك فيقول سمع الله لمن حمد الإمام والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. كذلك إذا صلى منفردا صلى منفردا فيجمع بين التسميع والتحميد كقول آمين، إذا صلى منفرد فيقول آمين، كذلك إذا صلى منفرد فيقول كما نقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. خامسا من مندوبات الصلاة القنوت في الصبح، القنوت في الصبح وقد تحدثنا عنها كما سألني بعض الإخوة في الدرس السابق وفي المحاضرة السابقة أن خلاف بين العلماء في مسألة القنوت في الصبح، فمنهم من يقول أن المداومة عليها ليست سنة لأن القنوت لا يكون إلا في النوازل، ومنهم كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعله سنة وتركه سنة، فقد قنت الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا ثم تركه. القنوت في الصبح قبل الركوع ويكون ذلك سرا ويندب اللفظ الوارد فيه، اختاره المالكية وهو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخلع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. هذا هو الدعاء الذي اختاره الإمام مالك. هناك دعاء القنوت، القنوت الذي في الوتر وغيره، اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت، هذا دعاء القنوت الآخر، ويندب أن يكون بعد الركوع وقبل الركوع كما يفعله المغاربة من الركعة الثانية، وأن يكون سرا ولا يجهر به، أي يندب أي مستحب فقط. سادسا اتخاذ الرداء أو القوب يغطي عاتق
المصلي سواء كان إماما أو مأموما أو فذا، وهذا ليس فيه دليل، وإنما هذا من باب الفضائل أن يسارع الإنسان في تغطية بدنه خصوصا العاتق، عاتقه، بمعنى هذا فيه فضيلة لأنه يقف بين يدي الله عز وجل، ولكن ليس هناك دليل كما على علمي، والله تعالى أعلى وأعلم. سابعا وثامنا، التسبيح في السجود والركوع. ففي التسبيح، سبح باسم ربك العظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ضعوها واجعلوها في ركوعكم، سبحان ربي العظيم، وسبح اسم ربك الأعلى حينما نزلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوه في سجودكم، أي سبحان ربي الأعلى. فالتسبيح في الركوع ثم التسبيح في السجود، وسيأتي في موضع مكروهات الصلاة خلاف بين العلماء في مسألة الدعاء في الركوع والسجود، منهم من أورده ومنهم من قال الدعاء لا يكون إلا في السجود، وهناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فقالوا إذا كان الدعاء من القرآن الكريم فهل يدخل فيه؟ فهناك سيأتي إن شاء الله في موضعه في مكانه للحديث عنه التسبيح. وعدد المرات التسبيح في السجود والركوع أقله 3 مرات، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، فإن زاد فهو زيادة في السكون وللاطمئنان. تاسعا، سدل اليدين، وليس فيه دليل، إنما الصحيح والثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه وضع اليمنى فوق اليسرى في الصلاة. عاشر من 11، تكبير للسجود مع الهوي ومع القيام، حينما يهوي الإنسان للسجود فيقول الله أكبر، وحينما يرفع رأسه من السجود وحين يقوم يقول الله أكبر، أي مع الهوي ومع الارتفاع والقيام، فلا يعني التكبير فلا يكبر إلا أن يسجد، وإنما يكبر مع الهوي، أي مع حينما يهبط إلى السجود، فهذه المسافة التي يقطعها بين إذا كان في الرفع من الركوع إلى السجود فيكبر، وكذلك حين يقوم، وكذلك التكبير بعد أن يقوم من وسط الصلاة، أي ثنائية إذا كانت رباعية، ففيه أثر حديث أنه لا يكبر إلا إذا وقف استقام وقف. وهناك من يقول أنه يكبر حال القيام. كذلك من مندوبات الصلاة عقده المصلي أصابعه الثلاث من يمناه كما في هذه الصورة، وهي أن يقبض، وهي الخنصر والبنصر والوسطى عند التشهد، ويحرك سبابة هكذا بهذه الصفة، أن يحرك سبابة، وفيه فضل كبير، وهو هذه الإشارة بالسبابة في التشهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهي أشد على الشيطان من الحديد، لهي أشد على الشيطان من الحديد، فيحركها الإنسان المصلي. هذا ليس لها حد، ليس لتحريك السبابة حد، فيحركها يعني في كل تشهده حتى يتم التشهد، فيتم التشهد. كذلك من مندوبات الصلاة ومستحباتها مجافاة الرجل في السجود بطنه عن فخذيه، أي يبعد بطنه عن فخذيه، هناك من يلصق بطنه بفخذيه، وهذا مخالف ل مستحبات الصلاة ومندوبات الصلاة، فلا يجعل بطنه ملتصقا بالفخذين، فلا يجعل بطنه ملتصقا بالفخذين، فيجافي مرفقيه عن ركبتيه، أي يبعدهما،
أما المرأة فتكون منضمة في جميع أحوالها، أي تخالف الرجل، فلا تبعد المرأة حال السجود، فلا تبعد بطنها عن فخذها. إذن الرجل هكذا في مثل هذه الصورة، فيكون الإنسان في حال السجود فيبعد يعني فخذيه عن ركبته أو بطنه عن فخذيه. كذلك من مندوبات الصلاة هي صفة الركوع، هو أن يأتي بالمستحب، أن يأتي بالفضيلة، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الركوع، وهو أن يمكن الكفين من ركبتيه، أي أن يجعل كفيه على ركبتيه في حال الركوع، وينصب الركبتين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث مكتوب هنا: إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، أي لو وضع شيء على ظهره لاستقر. فهذه الصور الثلاث، فالصورة التي في الوسط هي الصفة المستحبة والصفة المفضلة الواردة عن صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن صفة هيئة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من مستحبات الصلاة قراءة المأموم مع الإمام في السرية. أما الجهرية فلا يقرأ مع الإمام، وإنما ينصت، يستمع لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. إلى أن قرأ، فإذا قرأ صلى الله عليه وسلم، فإذا قرأ فأنصتوا، أي استمعوا. هذا سبب من أسباب الخشوع، هو أن يستمع الإنسان للقرآن الكريم ويتدبر. أما إذا كان يتابع الإمام فهذا أولا يشغل نفسه بالقراءة، وقد يشوش على المصلين كما يفعل البعض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى وسمع مرة البعض يقرأ، فقال حينما أتم صلاته: ما لي أنازع القرآن، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال: فإذا قرأ فأنصتوا، إنما ينصت المأموم لقراءة الإمام. بخلاف السرية فيقرأ فيها، يقرأ الفاتحة ويقرأ الصورة، قراءة المأموم مع الإمام في السرية. هذا مستحب، أن يقرأ المأموم مع الإمام في السرية. أما الجهرية فيستمع. من مستحبات الصلاة وفضائلها ومندوباتها وضع الساجد اليدين لدى السجود حذو الأذنين، وتكونان مضمومة الأصابع مستقبلة القبلة. يعني الساجد يضع يديه كفيه لدى السجود، ولينتبه وليحذر أن يبسط مرفقيه على الأرض، فيشبه بانبساط الكلب، إقعاء الكلب. فالإنسان يرفع مرفقيه عن الأرض ويضع كفيه كما في هذه الصورة، يضع كفيه يعني حذو الأذنين، وتكونان مضمومتا الأصابع، يعني مجتمعة الأصابع، يستقبل بهما القبلة. وهذا يبين لنا أن المصلي يعني من شروط الصلاة استقبال القبلة، فكل ما في المسلم ينبغي أن يستقبل به القبلة، أن الأعضاء كلها تستقبل القبلة. في حال الوقوف البعض حينما يقف فقدم رجليه، هناك من يعني يعوج قدمي رجله فيوجهها لجهة الشمال أو جهة الجنوب، ف
فالقدمين يوجههما حال الوقوف إلى القبلة، إلى القبلة، فيقف مستقيما ويوجهها إلى، يستقبل بهما القبلة. كذلك حال السجود، حال السجود فيضع كفيه حذو الأذنين ويستقبل بهما، يستقبل بهما القبلة كما في الصورة. من مستحبات وفضائل الصلاة الجلوس، الجلوس للتشهد، الجلوس للتشهد وبين السجدتين. هذا الجلوس يعني الجلوس هو مستحب، وبين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فيقول بعد الرفع من السجدتين، بين السجدتين في الركعتين الأولين. صفة هذه الجلسة هكذا كما في هذه الصورة، فيها اختلاف بين العلماء بالنسبة للجلسة، لكن كل الروايات واردة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى، وقعد على مقعدته صلى الله عليه وسلم. وهناك رواية أخرى أنه كان إذا قعد في الصلاة نصب اليمنى وقعد اليسرى. فقالوا إذا كانت الركعتين، إذا كانت الرباعية، إذا كانت الرباعية ففي هذه الصورة، في مثل هذه الصورة في الركعتين الأوليين فيجلس هكذا هكذا، وفي الركعتين الأخيرتين يجلس هكذا، يجلس على مقعدته، على مقعدته هكذا الصف. من مستحبات الصلاة وفضائلها رفع اليدين حذو الأذنين، رفع اليدين حذو الأذنين عند تكبيرة الإحرام، بحيث تكون ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض عند تكبيرة الإحرام فقط. ونرى حالات عند بعض الناس، فمنهم من يجعل بطونهما خلف ظهره، ومنهم يعني حالات في رفع اليدين. لكن هناك روايات رفع اليدين إما حذو الأذنين وإما حذو المنكبين، كذلك رواية أخرى حول الصدرين، الصدر، فهذا كله جائز، إما حذو المنكبين، المنكب، وإما حذو الأذنين، كله وارد. لكن الأفضل أن يرفع المصلي يديه حذو الأذنين، حذو الأذن هكذا كما في هذه الصورة. كذلك من مستحبات الصلاة وفضائلها طويل القراءة في الصبح والظهر، لكن في الصبح أطول، أطول. والصبح المصلي يقرأ بالنسبة للإمام وغير الإمام، فيكثر ويطيل من قراءة القرآن الكريم، لأن أهم ما في الصلاة صلاة الصبح هو القرآن الكريم. لذلك الله عز وجل سمى الصبح بالقراءة أو بالقرآن، بقراءة القرآن الكريم. إن قرآن الفجر كان مشهودا، إن قرآن الفجر كان مشهودا. كذلك تقصير القراءة في العصر والمغرب، تقصير القراءة في العصر والمغرب، فقراءة الصبح ليست قراءة العصر، فالناس منشغلون، وهكذا السنة، الناس منشغلون والوقت محدود، بخلاف الصبح وبخلاف الظهر. وهذا يرجع إلى الإمام الفقيه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ما شاء. من فضائل الصلاة توسط القراءة في العشاء، توسط القراءة في العشاء، فيختار المئين ويختار الصور المفصل، ويختار يعني الصبح والعصر والمغرب والعشاء وهكذا. وإذا أطال في الركعة الأولى اختار صورة طويلة أو آية، يعني آيات،
في الركعة الأولى فيقصر الصورة ويقصر الآيات أقل من الركعة الأولى، فيقصر الركعة يعني لا يطيل كما أطال في الركعة الأولى. كذلك إكمال الصورة بعد الفاتحة، وهذا يستحب، بعض الأئمة وبعض الناس يختاروا بعد آخر آية، بعض الآيات من آخر سور القرآن الكريم فيداوم على قراءتها، فيقرأ بعض الآيات. والمستحب هو أن يبدأ في الصورة وأن يختمها، مثلا يبدأ في صورة الأعلى فيختمها، صورة الغاشية فيختمها، صورة الفجر فيختمها، وهكذا صورة القيامة، صورة الحجرات. فإذا بدأ بها فيستحب، وهذا فضل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. من فضائل الصلاة ما يقرأه في الركعة الثانية غير الصورة التي يقرأها في الركعة الأولى. أنا إذا قرأ مثلا صورة الفجر في الركعة الأولى فلا يعيدها في الركعة الثانية، وإنما يقرأ ما بعدها، أي ما تحتها على حسب الترتيب، وسيأتي أنه من فضائل الصلاة كذلك. ما يقرأه في الركعة الثانية يغير الصورة أو يأتي بصورة أخرى فيقرأها يعني في الركعة الثانية. ما يقرأه في الركعة الثانية يختلف عن الركعة الأولى. ومن مستحبات الصلاة أن تكون الصور كما في المصحف مرتبة، بمعنى إذا قرأ مثلا عندنا ترتيب المصحف الشريف، عندنا ترتيب المصحف وعندنا ترتيب النزول، فترتيب المصحف العثماني يختلف عن ترتيب النزول، فنقرأ القرآن الكريم كما هو مرتب في المصحف الشريف. فإذا قرأنا سورة البقرة فنقرأ بعدها سورة آل عمران، وإذا قرأنا سورة النساء فنقرأ ما بعدها سورة المائدة، وهكذا. القراءة في الصلاة لا بد أن تكون بالترتيب، ليس بهذا لا بد، لأن كلمة لا بد بمعنى أنها تعني الوجوب، لا بد يعني يستحب، ويستحب وليس واجب، بمعنى أن الإنسان إذا لم يرتب القراءة في الصلاة فصلاته صحيحة، لكن الترتيب هو المستحب وهو الأفضل. إذا قرأ مثلا قرأ سورة الماعون فيقرأ بعدها الكوثر، أو يقرأ سورة الكافرون، أو يقرأ سورة النصر. إذا لا بأس إن لم أرتب، نعم صلاة صحيحة، لكن المسلم يبحث عن الأفضلية وعن الأحسن، فيفضل يبحث ويعمل ويأتي بما هو أحسن، وهو أن يأتي بالصور كما هي مرتبة في كتاب الله عز وجل. نعم لا بأس، لك المستحب هو ترتيب المستحب، نعم طبعا. ويستحب تقصير التشهد الوسط إلى وأشهد أن محمد عبده ورسوله، فالبعض يعني يتم التشهد كله فيأتي بالتشهد ثم صلاة الإبراهيمية ثم الدعاء في إذا كان صلاة الظهر أو صلاة العشاء، فإذا كان إماما فيطيل على الناس، التشهد مكتوب قد سبق في الدرس السابق، وهو مسجل الدرس السابق، فهو مكتوب التشهد هو مكتوب في الدرس السابق عندما تحدثنا وكان لنا درس أو محاضرة حول سنن الصلاة. إذا قلنا يستحب تقصير التشهد، تحية لله، زكية لله، الطيبات، والصلاة لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبده ورسوله، فيكتفي في التشهد الأول ثم يقوم. أما التشهد الأخير فيأتي بها التشهد ثم يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم
يأتي بالدعاء، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. من مستحبات الصلاة، مستحبات الصلاة أيضا يستحب يعني أن سبق اليدين على الركبتين حين السجود، حينما يهوي المسلم أو المصلي إلى السجود ففيه خلاف وكلام عند العلماء، فهل يقدم يديه على الركبتين أو الركبتين على اليدين من مصلين من يحذف الزكية لله؟ نعم، هناك روايات صياغ، هناك صياغ أربع صياغ واردة في شأن التشهد، فورد عن عمر بن الخطاب الزكيات لله، وردت عن ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه الزكيات لله، فهذا كله وارد، وارد عن الصحابة وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا بالنسبة للسجود، إذا هوى الإنسان للسجود فماذا يقدم، اليدين أو الركبتين؟ وإذا أراد القيام للقراءة فماذا يقدم؟ هناك اختلاف بين العلماء، سبب اختلافهم هو حديث ابن حجر رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وهناك حديث آخر لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. إذن فالبعير ماذا يقدم؟ يقدم ركبتيه قبل، وهذا هو حينما حقق العلماء في ذلك فوجدوه كما في هذا الحديث، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، لذلك اختاره العلماء رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. وكان عبد الله بن عمر يضع يديه قبل ركبته، كان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه يضع يديه قبل ركبته، لذلك يستحب أن نقدم اليدين على الركبتين حين السجود. وإذا أراد يعني حينما يقوم المصلي للركعة الثانية أو الثالثة قدم الركبتين، أي فيؤخر اليدين كما في هذه، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. فأنا دائما أختصر حتى لا أطيل عليكم، اللهم آمين يا رب العالمين. إذا قرأت من الجزء الذي حفظته في اليوم ونسيت الحفظ وأخطأت، يعني إذا قرأ الإنسان ثلاث آيات أو أربع آيات أو آيتين فيكفي يكمل صلاته دون أن يرجع إلى المصحف. نعم، وإياكم إن شاء الله، وبارك الله فيكم وإياكم. هل استغفار بعد الصلاة مستحب؟ وهل توجد أدعية معينة مستحبة بعد الصلاة؟ بالنسبة للاستغفار هو الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان إذا سلم قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، ثم اقرأ آية الكرسي إن أراد، فلا يمنعه من دخول الجنة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا الموت. ثم هناك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل يا معاذ والله إني لا أحبك
لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هناك أدعية أخرى، هناك البقية الصالحات، بقية الصالحات سبحان الله والحمد لله الله أكبر، إما عشرا 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 أو 33 فتمام 100. يقول الإنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم هناك أدعية بعد الصلاة. نعم وإياكم إن شاء الله. نعم إذا كانت هناك أسئلة لم يكن غدا إن شاء الله. الأخ الغزواني الذي يسأل لا يوجد الآن. بالنسبة لي الله يبارك فيكم، بعد بعد الإمام الأخ سعيد لم أفهم السؤال، يعني هل تقصد أن الصلاة بعد الإمام؟ لم أفهم السؤال، فهمت سرية أو جهرية؟ بالنسبة لصلاة المسبوق ستأتي إن شاء الله في حينها، فنحن مع الدروس إن شاء الله. يقولون أيضا بالنسبة للتكبير، بالنسبة للتكبير، بالنسبة للتكبير تكبيرة الإحرام، فيجهر بها المأموم مع الإمام قليلا، أي بعد أن يكبر الإمام، ويجهر في التسليم كذلك. أما بالنسبة للتكبيرات والتحميد والتسميع فلا يجهر بها مع الإمام، لأن هذا تشويش، ويكره رفع الصوت يعني مع الإمام في التكبير أو التسميع أو التحميد، إلا تكبيرة الإحرام والتسليم كذلك فيجهر بها قليلا بالنسبة للخروج من الصلاة وهو السلام عليكم. أما بقية التكبير والتحميد فلا يجهر بها. كذلك في نرى في بعض المساجد يجهرون ويقرؤون مع الإمام، هذا مكروه. في الجنائز فيكبرون بصوت مرتفع، هذا مكروه، فيكبرون بصوت منخفض. المأمومين نعم يرددون بعد الآن، لا فهمت نعم الآن، إذن فلا يجهرون وإنما يسرون إلا تكبيرة الإحرام قليلا ثم السلام عليكم يعني التسليم خروج من الصلاة. نعم نعم كلمة آمين سبق أن ذكرناها، فيها اختلاف بين العلماء. بالنسبة للمذهب المالكي يقول أنها تكون سرا، وهناك بعض يعني الأحاديث يقولها جهرا، إذن هذا على حسب خلاف بين العلماء ما هو الثابت عندهم وما هو غير الثابت. نعم مشكلة السهو في الصلاة كيف نتخلص منها؟ بالنسبة للسهو أو النسيان فهذا سهو يعني الإنسان لا يخلو منه، والإنسان معروف بالسهو،
وقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سهو النبي صلى الله عليه وسلم يكون لنا تشريعا، فقد سلم صلى الله عليه وسلم من اثنتين وسهى النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمنا كيف يعني إذا سهينا أن نفعله. وهذا السهو إما أن يكون مرة مثلا في مرات، وإما أن يكون يوميا، فإذا ما صار يعني الأمر يوميا فهذا يسمى مستنكع عند الفقهاء، بمعنى أنه يصبح يعني السهو مرض كأنه وسواس. ولذلك من كان يسهو في كل مرة يسهو، هل مثلا هل صليت اثنتان أم صليت ثلاثا؟ فابن علي يقيل يقول صليت اثنتين. هل صليت أربعا أم صليت ثلاثا؟ فابن علي يقيل صليت ثلاثا، وبعد تمام إتمام الصلاة فيسجد سجود السهو، أي بعد السلام له تكون له زيادة. أما إذا كان الأمر يأتيه يوميا في كل صلاة في كل صلاة فهذا لا يبني على اليقين، هل صليت ثلاثا أم أربعا؟ فيبني على أربع، لأنه ترغيم للشيطان. فهناك من يبدأ هذا السهو بأمر يسير ثم يتطور إلى أن يصير مشكل الوسواس القاهر للإنسان المستنكع فيسهو عن الصلاة أو يشك في صلاته. كيف يتغلب الإنسان؟ عندما يدخل المسلم في الصلاة فيجمع يعني عقله ويستحضر عقله وذهنه وقلبه على أنه بين يدي الله عز وجل، بين يدي الله عز وجل، فيتدبر القرآن ما يقرأ، وحينئذ سيتغلب على الوسواس ولا يترك يعني مجالا لهذا السهو. ما معنى أن يفكر في أمور الدنيا ومشاغل الدنيا أو حتى يسهو؟ لذلك المسلم عليه أن ينتبه. فأغلب مصلين في هذا الزمان ونحن منهم أننا نسهو في صلاتنا كثيرة لهذه يعني شواغل الدنيا وشوائب الدنيا ومشاكل الدنيا ومتطلبات الحياة في هذا الزمان. حتى ذكر لي، وهذه ما يدخل فيه النكت مما يضحك، أنه ذكر لي أخ لي صديق لي في مكة المكرمة أنه أحدهم صلى، يعني الإمام كان يصلي في أحد المساجد، فكان يصلي وسلم في الركعة الثالثة، سلم في الركعة الثالثة ولم يسبح له أحدا، فقال له أحد الحاضرين إنك صليت بنا ثلاث ركعات فقط. فسأل المصلين فلا أحد يتذكر كم صلى، فواحد قال أنا أتذكر أنك صليت ثلاثا، قال كيف عرفت؟ قال كل ما أصلي معك أربعا وعندي أربع دكاكين أعد وأحسب ما أدخلته من الربح في كل ركعة مع دكان، كل ركعة مع دكان، وأنا عددت ثلاث دكاكين فقط وبقي لي دكان واحد، فعرفت أنك تركت ركعة. فهذا الذي هو الخاشع في الحاضرين وفي المصلين هو الذي كان يخشع بحساب الدنيا. اللهم فقهنا وعلمنا، آمين يا رب العالمين. آمين. يقولون هناك من يحكيها عن علي ولكن ليست صحيحة، ولكن قد ربما وردت عن بعض التابعين أن أحدهم كان يحدث الناس في شأن الخشوع، صلاة الخشوع، فقال أحد الحاضرين أنا
أستطيع أن أصلي صلاتي دون أن أفكر في أمور الدنيا. فقال إذا صليت دون أن تفكر في أمور الدنيا فأعطيك ناقتي ناقتي. فهذا الشخص توضأ ودخل في الصلاة، فالركعة الأولى لم يتذكر شيئا، الركعة الثانية لم يتذكر شيئا، وكان في التشهد الأخير، فقال في نفسه هل سيعطيني ناقة وحدها أم مع ابنها، يعني هذه الناقة. فحينما سلم قال هل تذكرت شيئا؟ قال في الأخير تذكرت، هل تعطيها لي وحدها أم مع يعني تبعها. الشيطان نعم لعنه الله. والشيطان هناك شيطان يسمى خنزب كما في الحديث، شيطان خنزب مهمته أن يفسد الصلاة أو أن يشغل الناس عن الخشوع في الصلاة، هذا يسمى خنزب يتبع الناس في الصلاة، لأن هناك شيطان لعنه الله إذا سمع الأذان يهرب وله ضرورات كما في حديث صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سمع يرجع ويعود، وإذا سمع إقامة الصلاة يهرب ويفر وله خنزب بالباء وليس بالميم، بالباء. وإذا سمع الإقامة الصلاة يهرب وله ضرات، ثم إذا تمت الصلاة فيعود ويدخل بين المصلي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتركوا الفرج للشيطان، أي بين المصلي والمصلي. الأخ هل يحرم رفع اليدين في الصلاة للدعاء؟ لا يحرم، ولكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا في صلاة القنوت بالنسبة للمذاهب الأخرى يعني. أما رفع الأيدي في الصلاة هكذا للدعاء فلم يرد على ما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. اللهم وإياكم إن شاء الله، إذن سنودعكم إن شاء الله، وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، ويسر الله أمورنا وأموركم أجمعين. الحمد لله رب العالمين.